ربي يجازيكم نتوما ثاني مره. خويا انا واش راح نقول لك، طفل الصباح وين سمعنا به، 8 تاع الصباح بها سمعنا به. الناس هم يقولوا مات بذبوح، وهذاك ما ماتش بذبوح، مضروب مضروب بزاف، داروا به جماعه في 4 ولا في 5 ما نبيناش. هما اللي ضروه، ضربوه في راسه بزاف. عطيه البارح وين بدا يعس، الليله الاولى تاعو سمع مراه راح يسرقوها في دارها، قدم دا الخبط حتى مات. البطل اللي تالي شفتو مضروب في راسو على خطرتين، هذا المعلومات اللي عندي انا، ما على بالي حتى بحال. والبارح قال لي روح نعس، قلت له ما تروحش ونقول له حاجه ما يديرهاش، خطرة هذه ما على باليش كيفاه. نوض الصباح نسخبوها ولا قد طليت الشومبره تاعو ما لقيتوش. مسكين خدم شومبره خدم هذاك مع ولي الزوج رحت. هو ما بيه ماليه مسكين، انسان عاقل يسمنا خاطي الناس يهضر كلش، مي كيما نقولوا هكذا شوف حاجه هكذا ينترفوني عليها على الجيران، وقف كلش راح يتزوج مسكين ما بقالوش. خبروه فتاعو سمعنا اليوم جاتنا فجعه شوك.